للوقوف على حالة الجفاف التي تضرب العراق في ظل فشل السياسات المائية التي تتبعها الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أخي العزيز، شكرا على الاستضافة. حياكم الله دكتور. رغم السيول والأمطار التي شهدها العراق على مدار شهرين تقريبا، إلا أنه سجلت مناسيب السدود والبحيرات سجلت انخفاضا متزايدا، إلى ماذا ترجعون ذلك؟ لأنه الأمطار ماذا تسقط بأحواض الخاصة بالسدود، فلذلك تروح هذه المياه يعني في مقدم السدود، فمن استفاد منها؟ فلذلك تبقى او يبقى الخزين في هذه السدود على ما هو عليه. هذا هو السبب الرئيسي. نعم، وهذا معناه ان هناك فشل في اداره هذا الموضوع من الحكومه. اي طبعا، احنا سبقا على قناتكم المحترمه وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والمؤتمرات العلميه والمجلات العلمية كتبنا حول هذا الموضوع بشكل مفصل وواسع، وقلنا أنه إذا ماكو شبكة من السدود الخاصة بحصاد مياه الأمطار، فهذه راح تكون هذه الأمطار بالحقيقة تكون يعني نتائجها سلبية أكثر مما هي إيجابية. ليش تكون سلبية؟ لأنه راح تسبب فيضانات، راح تدمر كثير من القرى والمباني والبنى الأساسية. الشيء مثل ما صار في واسط قبل كم سنة، قبل سنة صار بأربيل أيضا نفس الشيء. وأيضا بالنسبة للمناطق الزراعية راح تؤدي إلى انجراف كميات كبيرة من التربة، وهذا يضعف الإنتاج الزراعي لهذه الأراضي. لكن لو كان عندنا هناك شبكة لحصاد مياه الأمطار، فراح يكون الموضوع أو النتائج عكسية إيجابية تماما، لأنه احنا أجرينا كثير من الدراسات حول هذا الموضوع، وممكن أن نوفر ملايين الأمطار المكعبة من المياه بواسطة الحصاد المائي للأمطار. لكن مع الأسف ماكو برنامج لدى الحكومة. طيب دكتور، إدارة سد الموصل أكدت أن الخزين الاستراتيجي لبحيرة سد الموصل لا يتجاوز 1,500,000,000 متر مكعب. عمليا ماذا يعني أن يصل المخزون الاستراتيجي للسد لهذا المستوى؟ طبعا هو المفروض يعني بالمنسوب التخزين الاعتيادي يكون خزين مياه بحيرة سد الموصل 11.11 مليار متر مكعب، لكن احنا نعرف انه في مشكله في اسس السد، فلذلك لا يمكن ان تخزن به اكثر من تقريبا 5 مليار. من تنزل الى مليار يعني معناها ماكو اي فائده اطلاقا من هذا، لانه اقل من مليارين ونص تقريبا هذا هو الخزين الميت في الحقيقه، اللي يعني ما ممكن ان نستفاد منه لا لأغراض الري ولا لأي غرض آخر ولا لتوليد الطاقة الكهربائية. فهذا الرقم يعني معناها أنه السد ماذا نستفاد منه بأي شيء. نعم، هناك تصريح لمسؤول أممي دكتور يحذر فيه من مخاطر تغير المناخ وشح المياه على أمن العراق الغذائي، وهذا التحذير المتوالي أو المتتالي من المسؤولين الأمميين يضع أسئلة صعبة في الحقيقة عن مستقبل العراق في ضوء هذا النقص. نعم، أنا أيضا يعني راح أعيد بعض الأشياء اللي سبقا تكلمنا عليها في قناتكم المحترمة، لكن ضروري أن أعيدها. أسباب الشح المائية في العراق ثلاثة. أولا المشاريع المائية في دول الجوار وخاصة إيران وتركيا. اثنين التغير المناخي. ثلاثة نظام إدارة المياه داخل العراق. يعني الحكومة مع الأسف معتبرة ملف المياه آخر ملف تهتم به، لأنه أي إجراء فعلي ضروري لتفادي هذه المشكلة غير موجود. فلذلك
مع العلم انه المنظمات المختلفه حذرت العراق، احنا حذرنا العراق في كثير من المؤتمرات خارج وداخل العراق ومحاضرات ايضا حول هذا الموضوع، لكن يظهر انه اولويه هذا الملف لدى الحكومه هو اخر شيء تفكر فيه مع الاسف. نعم. المتوقع انه من تقارير الامم المتحده والمنظمات الاخرى انه قطره مياه سوف لا تدخل العراق من نهري دجله والفرات وراء وافدهم اذا استمر الوضع كما هو عليه سنه 2040، وهذا يعني تحول العراق مع الاسف لا سمح الله الى صحراء فاحله. نعم. لانه ومن ناحيه اخرى نعم تؤكد الصحف مثل صحيفة الجارديان البريطانية أن العراق يسير على طريق كارثة إنسانية بسبب إهمال معالجة ملف الجفاف في طيلة السنوات الماضية. صحيح، وهذا كلام صحيح جدا، في مشاكل كبيرة بين المزارعين، وفي تقارير من الأمم المتحدة خاصة المنظمة الخاصة بالهجرة IOM يقولون آلاف المزارعين تركوا أراضيهم وأيضا الماشية لأنه ماكو أي كميات من المياه ممكن أن يستفادوا منها، فلذلك اضطروا إلى ترك أراضيهم. وأيضا حتى رئيس الجمهورية السابق قال أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه سبع ملايين عراقي راح يتأثرون من شحة المياه، وطبعا هذا الرقم مأخوذ بالحقيقة من تقرير للاستخبارات النرويجية، وفي منظمات أخرى أيضا مثلا المخابرات الأمريكية أيضا أو مجلس المخابرات الأمريكي اللي صدر تقرير قبل كم شهر كان سري وأجنوه يقول العراق من 11 دولة ستتأثر بشكل كبير جدا في النواحي الأمنية والاقتصادية نتيجة شحة المياه وتغيرات أسعار الطاقة. نعم. لكن مع الأسف ما بنشوف أي تجاوب فعلي من الحكومات حول هذا الموضوع. أشكرك جزيلا دكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه.